الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله معيه تنهتن توبك يو يلا فايل سنه يلي فرمو تنسلت كينا غينا وبسنه ودري لي نهرك. الحمد لله إن الذي بلغنا رمضان مع ربي رمضان نيود بس رمضان تصبروه نيه ربه. الحمد لله إن توعد إن شاء الله التكسيس إنه يتكسيس إنه نمي في فضل شهر رمضان. رمضان السيله نيه مردتو يتكسيسه إنه إن شاء الله تعالى. إخواني يتوب قيو إيا لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم نباه نهيا ألسيا كريمك نهيا ألسي نسل عليه كادو وقتي نباه نهيا وقتي نيفا حيسته إيا يعظم الله فيه الأجر يلي أجر الدين به ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير يلي سبحانه وتعالى خير باب التدفك نهيا ألسك النية فيه لكل راغب خير فرد هنيه النمه يلي خير باب التدفك انتهت نهتن ألسكني شهر الخيرات والبركات بركاك خير الدمانقو هنيه ألسكني شهر المنح والهبات متحوين الدمانقو تنهتن ألسكني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان السيا يلي قرآن يدو بسه نكني يلي سبحانه وتعالى قرآنك الدل محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار يي رحمتك إذن بحبستك جرك بري إد سنامك يا نهر ألسكن يلي سبحانه وتعالى إد سنامها رحمته إذن بحبست إد سنام حباه إذن بإد سنام حباه كادو يلي سبحانه وتعالى جرك بري إد سنامه يهنيه ألسكن. في الصحيحين بخاري كمسلم جميته نهن راجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة كيتم يليك حنيم يا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموا تسلت كينا كينا كامل تنيم يا قال إيه إذا جاء رمضان يميتك أتككي فتحت أبواب الجنة جنة باب التفكنته وغلقت أبواب النار جرب باب التألفنته وسفدت الشياطين شياطيني تمدوه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام. وإنما تفتح أبواب الجنة جنة باب التفكنته في هذا الشهر تمالست لكثرة الأعمال الصالحة مع انتام منقوم سبت وترغيبا للعاملين ييتام تهنه يمر أهل اللب تككده وتغلق أبواب النار دربا بالتألف تهل قلة المعاصي وما نبه يمري يعني وما ندقوم سبت من أهل الإيمان يلا الإيمان لهنه يمركا وما ندقوم سبت لقربا بالتألف ته وتصفد الشياطين شياطين تمديه فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره جرسي آل ست السنام بقفانك رمضان آل ستا سنام بقفانا مدودانا إيان الشياطين توعدي خصال معناها رمضانها صومه أسهنه النمو ويلو لليان كون ويلو ليه الخصلة الأولى نهرسي ويلو أن خلوف فم الشائم أطيب عند الله من ريح المسك يي صومه أسهنه النمه أفك يوعهنه ينسنيو يلي هدعلو مسكسن يكأي سكراعا ينتهن هرسي ويلوي ولخلوف بضم الخايا وفتحها تغير رائحة الفم يبنى خلوف يا نهن نمي بنا دنتبرك أفكاسن يتبدلن كني عند خلو المعدة من الطعام بقي ما عقفو يتا يهنها وعدي أفتسن يكاك يتغيره وهي رائحة مستكرهة عند الناس سنلك لي أنه سنوي أمي أمهي وسنوي لكنها عند الله إنها كله يلي دعولو أطيب من رائحة المسك مسك سنوك أي سكر حتى يؤهكه كنمي لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته يلي عبادك يلي أقولك تميته تأميته نهيا سنوك كنمي سبت لي يلي دعولو سنيه مسك سنوك أي سكر عائيا نما هاي تويلو أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا صومها سهنه ينمه ملائكة ذنب حبست قنسة حتى أفطر لي وقفنها ملائكة ذنب حبست كاه قنسة والملائكة ملائكة كيانه نمي عباد مكرمون عند الله يليه دعولو كرامت له تنهت النعون سكني يي كدارح له تنهت النعون سكني يليه دعول يلي محكين فيه لا يعصون الله ما أمرهم يلي كنمر سهن محنهنه يمرهن
ويفعلون أبانه ما يؤمرون يلك نمر سيهن مبانهي سورة التحريم كل حيهيته آية فهم جديرون أسن حق ستانهي بأن يستجيب الله دعاؤهم للصائمين أسن صومها سيهنهي أمره أبان دعاء كينه قلنتما حق ستانه حيث أذن لهم به يلي سبحانه وتعالى كينه إذنسيهي صومها سيهنهي أمره دعب إيانم كينه إذنسيهي وذريه كيني كوكولا ما حك ستانها إي الخصلة الثالثة سدح حيث ويلو يسومها سيهنه يمري لونه ننمي أن الله يزين كل يوم جنته صومها سيهنه ينمه يلي سبحانه وتعالى كل يرو جنة بالعساء ويقول يلي يما يوشك عبادي الصالحون ينعو سي صالحين اكتنم عمره تنر يوانه أن يلقوا عنهم المؤونة الدنيا أذى سنك عدهنه والأذى ويصيروا إليك يي جنتك كوفا هاي ستانا ديوانها يلي سبحانه وتعالى سومه أسهنه النمه يلي كل يرو جنة بالعساء الخصلة الرابعة فريهايته معناها سومه أسهنه النم حق لستهنمي ويلو كاد حق ستهني أن مردة الشياطين يسفدون بالسلاسل شياطيني تمدوه سلاسل التمدوه ييسلن سيل التمدوه والأغلال فلا يسهلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين أسنفتها نهن نمي يلهن عوسي صالحين اهتني قفانا مدودا من الإضلال مكوسانا فرينك عن الحق حقك مكوسانا فرينك يلهن عوسى وقر سلسل تسلن قفانا سنام قفانك رمضان لست قفانا مدودا وهذا من معونة الله لهم تمه يلي بنادمه أباه ينيه نحتكني أن حبس عنهم عدوهم كين عدو كينك حسب ساها كين المريوسة الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يجرم مرتك إيه سمر قره سيحاه ينيه العدو يلي سنامك حسبتها سنام فانريوسة وهنمي تمه يلك تنيه تنحتكني إسنعوسة شيطان سنامك يديره ينمي يلي سبحانه وتعالى رمضان الأسد رمضان الست يلي سبحانه وتعالى شيطان سنمك يريده نمي يلي هكتكو تنه تنحتك إني إسن عوسى يلي هن عوسى يلي عباد الدقا تنكي ولذلك تهي سبت لي تجد جيته عند الصالحين معمر جيته يمعن عوسى يلي هن عوسى من الرغبة في الخير خير كالدم فرحت بلي رمضان الست شيطان ممدوك نمي سبت والعزوف عن الشر شر كالدير اهتبلي في هذا الشهر أكثر من غيره رمضان الفك شر كالدير اهتبلي خير فنا أماته كنتبلي هي معين عوسى رمضان الفك قر سلسل تتهن ما يتوه تهن كهي يلي سبحانه وتعالى شيطان تبهنهن أرواي تهي يلك تنهتن حتكني إيا إسن عوسى الخصلة الخامسة كنوي هاي توي ليوسو مهسهنه أنم حق لستهيني أن الله يلي يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر يلي حبه محمد أمتها محمد أمت حبه آخر بر رمضانك آخر بر حبه إذا قاموا اللي فردنتن السولين كاتكك بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك تمالست أبانا فردي مكتنم اللي فردنتن الأبهن كاتكك يلي سبحانه وتعالى آخر بركين حبه من الصيام والقيام صومتكك صولتكك تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم يلك تنه تمردك اللي يلي آخر براتك سنام حبم يي إسي أجري ضد لكينه حوك عند انتهاء أعمالهم يي تامق بكلانهن وعدي يي يلي كينه حيهنه انتام يلي كينه حيهنه وقتتي يلي طاع السقا يلي أبيه يلي فرمويتي أبيه ملقيت مكسقا يهنه أمرها يلي قلته آخر برا ذنبك إن حباها قلتك إن هي رجيه فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله تامت أسهنه النمو وتامق بك الله وكا يجري كاه كهي حين إنها كأسك دتامتك أسهني محك كاه كهي حين إنها رمضان ألسى اللي فرديمن سونته تنهت النعوسها يلي سبحانه وتعالى آخر بر ذنب حباها قلتك إن هي رجيه وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاث سدي حقاً بكي يلي سبحانه وتعالى مدوه يئسنع وصلاة ما أجره الوجه الأول نهار سوجهي إنه شرع لهم من الأعمال الصالحة معنتام كينه لعسيسي أبانهن معنتام ما يكون سبباً لمغفرة ذنوبهم كنزاً بحابسة السبب تكهتنهتم معنتام يلي كينه لعسيسي ورفعة درجاتهم درجة فجة كينك هيتهتنهتم معنتام يلي كينه لعسيسي ولولا إنه شرع ذلك يلي تو معنتام كينه لعسيسي والنيا ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها
يلا الدي عبديني ما ربك من النونو يلا عبدك من النونو هي فالعبادة عبادك كي ينهني نمي لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله يلاك وحيك لا يلي فرمو يتفنتك هكو يتقر سن المبت انت ولذلك تهي سبت لي أنكر الله يلي ينكره على من يشرعون من دونه يلي كتابك يلي فرمو يتسن حبه نهتو لعسيسه نهي أمر يلي واسهي تهفر دمتمهنم يلي سبحانه وتعالى يسو قرآنك أدل يبل ليه الوجه الثاني سدح إنما هيتي إنه وفقهم للعمل الصالح يلي أوتا متامته نهي أمر كنبل وتا مكينه لعسسه هي ومعن تاما معن تاما تامته نهي مراي تامته مراي أهل قيت متيلي كل ومي تهكاد توفيق من الله سبحانه وتعالى وقد تركه كثير من الناس من قه نهي مري حبيه ولولا معونة الله لهم يلي كن حتي والنيا وتوفيقه ما قاموا به ييؤس أبينه نهي متيلي كن وفك والنيا يلي كن البحسي والنيا فلله الفضل من والمنة بذلك تهبحك مناي اسم عن تامه أجر قياه نهي مرأكك منا هي يلي كين اللي بحس ساي أوتام التامتة ينمي سبتك له الوجه الثالث دحيتي إنه تفضل بالأجر الكثير ومع عن تامه كينه العسيس ساي ودريه مع عن تامه التامتة نهي مرأ يلي كين أبهاه نهي وعدي من قه نهي أجر يلي كين أجره يلي كين المبوة الحسنة بعشر أمثالها يعني إن كم عاني تبنى دريبو إلى 700 ضعف إلى من حنبو له دريبو فانكيني هبا إلى أضعاف كثيرة إلى من قهتنه تندريبو فانكيني ها فالفضل من الله مردك أكتني يلا بالعمل والثواب عليه تاماي وتامل ودريه قيتمه ينهي أجره مردو كأكتني منكه يلا والحمد لله رب العالمين فإلى يلا دبعتا هي عالمين ربه بعد ربه دبعتا فإلى إخواني معهتنه تنتوبك يو بلوغ رمضان رمضان قفانه ينمي نعمة كبيرة نبهت نهت النعمة كني على من بلغه يي رمضان قفه نهي النمو تهكر نعمة كني يا رجم فردنت وقام بحقه يي رمضان قفاي رمضان حق تسل يهي نهي النمو تهكر نعمة تو قيمن لا بالرجوع إلى ربه يلا فندور راي من معصيته إلى طاعته يلي حينكا إلى يلي هقل فندور راي جكاتكك ومن الغفلة عنه إلى ذكره يلا جرح السجى يلا كست فندور رجيه نهي النمو ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه يلا كدره سجيه يلا الديو وجيه نهي النمو رمضان ألست تونمو كدن عمت جيه نهي النمو كني يارجم فردنته رمضان قفاي رمضان فردنته تنيم الجيتم رمضان دتبانم فردنته تنيم لي جيتم ما جيه نهي النمو توه كدن عمت كني يارجم فردنته هاي يلي أمرتنا لو ويسين لو ويرفيه اللهم أيقظنا من ركضات الغفلة ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين